جدد اندلاع النيران زوز مرات البارحة في الليل بطوابق مختلفة من مبيت الجامعي الخاص بشارع على حبيب بورقيبة من ولاية بجا، وما زالت الأسباب مجهولة لحد الآن وفق ما صرح به مصدر من الحماية المدنية للمراسل نسمة بالجهة، وأكد نفس المصدر أن الخسائر فقط مادية. لنا نشموا في ريح الدخان في بالنا عادي، معناتها فطرنا جينا باش نخرجوا ونسمعوا في السياح، صاحبتنا تنادي ويا البنات اخو خرجت ديجا هي للشارع وكل شيء. هكا هو يا اخي كي جينا باش نخرجوا نلقوا سي الفي كله اظلم. خرجنا جينا للشارع هنا، جيت العباد الكل تلم تكلموا الحمايه، جيت الحمايه طفت السيكتور بالكل الاخراني بالكل ديجا ما فيش وماهوش مسكور.